السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أحب أرحب بحضراتكم في برنامجنا الجديد هنحب أيامنا، وعايزة أديكم نبذة سريعة جدا عن البرنامج. البرنامج إن شاء الله هيكون ليه فقرات كتيرة جدا متنوعة، هنناقش فيها مشاكل، هنستضيف فيها شيفات، هنستضيف فيها شخصيات اجتماعية مرموقة تدينا طاقة إيجابية، هنستضيف فيها دكاترة، هنستضيف فيها إن شاء الله يعني مواهب، لو في حد عنده القدرة أو الموهبة وحابب إن هو يشترك معانا. كمان ممكن نستقبل اي اقتراحات من حضراتكم عايزين تقدموها لينا، احنا يعني تحت امركم في اي حاجه، وبنتمنى ان شاء الله ان البرنامج يحوز على اعجابكم. النهارده ان شاء الله هيكون معانا فقرتين، الفقره الاولى هي حل المشاكل وهنتواصل مع الساده المسؤولين باذن الله لحلها، والفقره الثانيه يعني ان شاء الله مفاجاه يعني، بس هي هتدينا يعني طاقه ايجابيه. ان شاء الله باذن الله كمان اوعدكم يعني إن البرنامج هيكون صوتكم، صوتكم للمسؤولين، صوت لو في مواهب يبقى صوتها للناس اللي هي يعني متخصصة في الحاجة اللي هي موهوبة فيها، سواء الغناء أو الموسيقى أو ما شابه ذلك. تمام؟ تمام، معانا تليفون ولا معلش عشان الصوت قطع. ألو؟ معانا مين؟ ألو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا أنا بهنيك بالبرنامج وبقول لك ألف ألف مبروك. ميرسي. وربنا يكرمك يا رب على طول، وأنا طبعا فخور جدا بيك والله، ومزيد من التفوق والنجاح. تسلم، ربنا يبارك لي فيك. يا جماعة الأول أنا حابة إن أنا أعرفكم مين اللي على التليفون. ده الأستاذ محمد عبد الجليل اللي أنا زوجته، مش اللي هو جوزي، لأن أنا اللي بنتسب ليه مش هو اللي بنتسب ليا، وده تاج على راسي. وعايزه اقول لكم ان هو يعني فعلا بيدعمني بكل طاقته وبكل حاجه، وانا لو بيت اتكلم فيه او اقول سلسله حلقات فانا فعلا مش هوفيه يعني، فعلا مش هوفيه اجر، او يعني فعلا بجد هو راجل بمعنى الكلمه يعني. انا فخوره ان انا بنتمي ليه وان انا زوجته، وربنا يا رب يكرمني كده بيك دايما، ودايما كده تبقى واقف في ظهري وسندي وحمايتي، وربنا يبارك لي فيك وفي اولادنا يا رب، ويقر عينا بينا. وانا ربنا يوفقك. اتفضل انا سامعك. ربنا يوفقك يا رب، وتكوني صوت محافظه الفيوم باكملها يعني. مش ربنا يخليك يا حبيبي يا رب، وما يحرمنيش منك يا رب، وربنا يستر بعد المكالمه دي ما ناخدش اي. نبدا بقى في الفقرات بتاعتنا. ربنا يوفقك يا رب، وتكوني صوت المحافظه ودعم للشباب، وانت يعني مثل اعلى للمحافظه باكملها ان شاء الله. حبيبي ربنا يبارك لي فيك يا رب، وما يحرمنيش منك. لو اتمنى لك التوفيق، مش هطول عليك عشان خاطر ضيوف، وربنا يوفقك يا رب. شرفتني ونورتني باتصالك، شكرا يا حبيبي. طيب هنبدا اول فقره النهارده معانا، وهي مشكله من محافظه الفيوم، مركز اقصى، دايره اقصى مظبوط، دايره الثالثه، قريه ابو دفيه. ماشي، معانا حد من سكان القريه هيعرض عده مشاكل، وهنتواصل ان شاء الله مع سياده النائب كمال ابو جليل لحلها. معانا الحاج رفعت حسن عبد الجليل، احد سكان القريه. برحب بحضرتك يا حاج رفعت. عايزين الاول نعرف بقى من حضرتك ايه هي المشاكل كلها بصفه عامه اللي موجوده في القريه. هو حضرتك مشاكل القرية بتاعتنا مش مشاكل مختصة بالقرية بس، مشاكل قريتنا زي مشاكل كل القرى بتاع مصر. زي ايه يعني؟ احنا عايزين ابرزها. انعدام خدمات على كل المستويات، في كل المستويات، يعني احنا بالنسبة لنا بالنسبة للقرية عندنا المشكلة الرئيسية مشكلة الصرف الصحي. تمام. رغم ان احنا عندنا مكان للتبرع والمسؤولين متجاهليننا جدا. كيرينا كتير وتكلمنا كتير ما حدش بيتكلم. عاوزين نعمل محطة صرف صحي. لما اتكلمنا قالوا لا دي التكلفة تبقى عالية جدا. احنا بيننا وبين اقرب محطة معالجة صرف صحي حوالي 5 كيلو. فلما لقينا التكلفة عالية فقلنا خلاص نعمل محطة رفع. مظبوط. زي القرية اللي جنبنا، قرية جنبنا اسمها قرية الهانة. الاول حضرتك قبل ما نشوف المشاكل كلها، انا عايز اعرف تعداد الكرة اللي حضرتك تتكلم عنها دلوقتي. احنا نتكلم عن قرية ابو دفية وخمس توابع ليها. خمس بلاد ليها، وقرية منشات رمزي واربع توابع ليها، اللي هم احنا بنتكلم عن المشكله بتاع الصرف الصحي بتاعهم، واللي احنا متضامنين مع بعض فيهم بان احنا نشوف مكان، وشفنا فعلا المكان تبرع على اساس ايه يبقى يتعمل في محطه الرفع. تمام، رفع الصرف الصحي، ترفع لاقرب محطه معالجه. طبعا موضوع الصرف الصحي ده مشكله كبيره جدا، مش مشكله سهله.
ده مشكلة في مصر كلها. مشكلة القرية عندنا لأنه هو بيسبب تلوث، أولا الناس بتبدأ تصرف في مية الري. وتحت عينينه وتحت بصر المسؤولين كلهم، ولكن هو ما فيش حل. في ناس بتعمل خزانات لكن برضه بيحصل عملية تسريب. لا حضرتك ما فيش حل، حضرتك لسه بتذكر ان هو في حد متبرع فعليا لقطعة ارض انها تتعمل كده. في حد من المنطقة اتبرع بإيرتين مساحة 350 متر. طب ايه التنفيذ؟ تسجله شهر عقاري والعقد موجود في الوحدة المحلية، لكن الوحدة المحلية ما فيش حد بيتكلم، ما فيش حد بيسأل. ليه؟ ما اعرفش، ما فيش حد بيسأل. ما بتتواصلوش معاهم؟ احنا بنتواصل معهم كتير. ايه ردهم؟ بس ردهم ما فيش، الامكانيات مش هتسمح. ايوه يعني الكلام ده من كام سنه؟ من كتير، احنا كل شويه بنتكلم، ممكن اقرب حاجه ممكن من 3 شهور. كنتوا بتتكلموا في نفس الموضوع؟ كنا بنتكلم في نفس الموضوع. والتبرع عندهم والعقد مسجل وكل حاجه والمكان موجود. وانا كنت شفت في حوار للسيد اللي هو عصام سعد محافظ الفيوم، كان اتكلم في حوار اذيع بتاريخ 20/12/2018 على بوابه الاهرام. اتكلم فيه عن ان الدوله والقياده السياسيه بتولي اهتمام كبير جدا بمشاكل الصرف الصحي ومحطات تحليه الميه على مستوى مصر. القياده السياسيه مهتمه جدا بالموضوع، وقال ان احنا في الفيوم حطينا 9.5 اعتماد 9.5 مليار جنيه لانشاء و يعني انشاء وتنقية يعني وحاجه زي كده ل 26 محطه. كان من ضمنها المحطه دي ولا ما عندكش خلفيه؟ طبعا ما يتهياليش ان انت لا، هو الاعتماد محطوط لل 26 او ال 25 محطه اللي هيتعملوا. احنا قدمنا على اساس يبقى لنا نصيب فيهم، واحده منهم. تمام. وطبعا لما اذا كان في اعتماد من المحافظه، طب ما فيش حد بيسال التنفيذيين في الوحده المحليه، ما بيسالوش. اعضاء مجلس الشعب عندنا ما بيسالوش. تمام. اعضاء مجلس الشعب عندنا واخدين الجزء الخاص بيهم في الجزء الغربي من الدايره الثالثه اللي هي مركز اقصى في محافظه الفيوم. وكل مشاكلهم، كل حلولهم وكل سعيهم على المنطقه اللي هم فيها، يعني عايز تقول ان المنطقه بتاعتكم انتوا مظلومه، اللي مظلومة انت بتتكلم باسمها النهارده، مظلومه ومهمشه. تمام. مفيش حد بيتكلم عنها. طب ايه تاني غير الصرف الصحي؟ رغم ان نائب الشعب ده المفروض نائب عني. انا مديله توكيل ان هو يتكلم بالنيابه عني، ينقل مشاكل للمسؤولين. مظبوط. يناقش الموازنه بتاع الحكومه، يشرع قوانين تخدمني كمواطن في الدايره. ما بيسالش. بيتكلموا في الحاجات اللي تخدم مناطقهم. طب يا فندم انت وعوائلهم. مشكله واحده اللي هي الصرف الصحي. هي دي بس ولا في مشاكل؟ في عندنا مشاكل كتير. يعني زي ايه؟ احنا عندنا مشكله الصرف الصحي. عندنا مشكله الطرق. والست النائب ياسر سلومه كان اتكلم في بيان ليه في مجلس الشعب. اللي هو النائب عن الدائره بتاعتنا برضه. كان اتكلم في واختص بالمشكله اللي هي الطرق دي. قال ان في عندنا 5 طرق بيخدموا السياحه في مصر. تمام. غير ممهدين ولا يصلح للاستخدام الادمي. وايه اللي تم بعد كده؟ من ضمن ما اكمل لحضرتك، من ضمنهم الطريقين بتوعنا اللي هو طريق اقصى قصر الباسل وطريق الفيوم ألمشاه. هايل. احنا عندنا طريق الرابط بين الطريقين دول معدوم، اترصف في 2013 واتكسر قبل ما يتسلم، وحاليا غير ممهد وما يصلحش للاستخدام. قعدت مع ناس فعلا واشتكوا من الموضوع اللي حضرتك بتتكلم عليه. مشاكل ايه تانية؟ هناخد كل حاجه على حده، بس انا عايز عندنا مشكله الوحده الصحيه. احنا بعاد جدا عن الـ عن الـ عن, الـ عن اقرب مستشفى مركزي اللي هو في مركز اقصى. والمكان موجود حضرتك ومبني ومقام، وخدوه استعملوه في عيادات تنظيم الاسره لفترة معينة. وبعد كده اتقفل، المكان مقفول. يعني ما فيش حجة حتى عند وزارة الصحة، ونشدنا وزارة الصحة وبعتنا فاكسات وما فيش حد بيسأل. المكان موجود ومش ناقص غير الأجهزة، وفي بعض الناس الخيرين وبعض الأحزاب قالوا إن احنا ممكن نبعت لكم الدكاترة لو الوزارة مش تقدر توفر دكاترة. ده كويس، بس أنا يعني هقطع حديثك معلش عشان معانا مداخلة تليفونية من سيادة النائب كمال أبو غلية عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بمركز إقصى محافظة الفيوم. برحب بحضرتك يا سيادة النائب. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا مرحبا. إزيك يا سيادة النائب؟ أهلا وسهلا أستاذة خديجة. معانا النهاردة أحد سكان قرية أبو دفية تابعة لدائرة حضرتك، وعنده عدة مشاكل كده. أيوة. حابين إن حضرتك تسمعها وان شاء الله يعني تحقق باذن الله طلباتهم في اسرع وقت يعني. هو يتكلم اهو. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. النائب كمال ابو جليل معاك. ازاي حضرتك كمال بيه؟
ازاي صحتك يا باشا؟ غني عن التعريف يا كمال بيه. الله يخليك يا معلم. بس انتوا حضرتكم ناسينا شويه. لا انا بقول لحضرتك، انا يمكن سمعتك وانت بتتكلم على طريق العزب قلمشاه، طريق الفيوم قلمشاه. يا فندم، وطريق قدس قصر الباسل. وطريق قدس قصر الباسل، الطريق ده كان طالع له اعتماد 5 مليون جنيه ايام ما كان الكيلو الراس بيعمل مليون جنيه. بس هو للاسف بعد ما بداوا يشتغلوا طلعوا بتاع الطرق، دخلوا قالوا في خط الغاز اللي داخل من هنا فمش هينفع نشتغلها دلوقتي، فرحنا محولين الطريق بدل ما هو طريق الفيوم قلمشاه رحنا محولينه قلهانه قدس، اللي هي الوصله اللي اتعملت، والوصله اللي اتعملت داخل اللي هي بتاع طريق الميته حضرتك. الوصله اللي من قلهانه لقريه دفنه. ايوه تمام كده. طيب حضرتك الطريق اللي انت بتقول عليه قالوا فيه وصلات غاز؟ لا يا فندم، الوصلات معمول فيه خط. الكلام ده من سنه بقول لك. هو من سنه اتعمل فيه، بس حضرتك يا فندم دلوقتي حصل فيه شغل من قصر الباسل لحد عزبه البوره، لكن المنطقه اللي من عزبه البوره لحد قصه اللي احنا بنستفيد من خدماتها معدومه. وقف عندها. لا وقف ازاي؟ احنا ازاي اذا كان لسه من قريب منزلين 3 كيلو طريق البوره الحلفايه، وفي الطريق اللي جاي بتاع محطه من عند محطه المعالجه بتاع الدفنو. هو ده حضرتك اللي انا بتكلم عليه. هو ده حضرتك اللي انا بتكلم عليه. معلش لحظه بس، هو حضرتك ده جزء اللي انا بتكلم عليه اللي هو من قصر الباسل. ده نازل في الخطه، ده هيتقابل في خلال اليومين اللي جايين دول، اسند لشركات خلاص يا فندم. لحظه بقول لحضرتك، طريق قصر الباسل قطصة اتنفذ فيه الجزء اللي هو من الحلفايه لحد البوره فقط لا غير، والباقي اللي هو من البوره لحد قطصة ده معدوم. لو في خط غاز فعلا هيتعمل كان الاولى ان الكل يتساب، ما يتنفسش فيه جزء ويتساب فيه جزء الثاني. والله يا حاج انا اقدر اقول لك على حاجه، انك انت عندك المركز 12 وحده محليه، فبتقدر انك انت عايز تعمل خط. انا من ضمن المؤيد الفكره ان انا عايز اعمل طريق قصر الباسل اعمله كامل. انا الوصله اللي اتعملت عند بتاع البوره دي لما الطريق يبقى عرضه 15 متر وردمه وما اعرفش ايه كان يعمل 5 6 كيلو، يعني كان في حاجات كده انا كان ليا تعليق عليها، لان الطريق ده كان ممكن يعمل 5 6 كيلو اللي هو اللي اتعمل من البوره للحلفايه. انت لو مشيت منه هتشوف وسعه 15 بمشي متر منه على طول يا فندم. طبعا ايه بمشي منه على طول طبعا وشايفه. بس يا باشا وانا تحت امرك لو في تواصل معايا في اي حاجه بالنسبه للوحده الصحيه، احنا عندنا الامانه بتاع حزب مستقبل وطن يعني نشيطه في الموضوع ده، وممكن ناخد اجراءات من وبالنسبه للصرف الصحي يا سياده النايب، بالنسبه للصرف الصحي لان ده في المرتبه الاولى. الصرف الصحي احنا عندنا استكمالات صرف صحي في المركز كذا بلدي، وبنقول استكمال بقالنا قد ايه؟ بقالنا حوالي عن 10 12 سنه. يعني انا لما كنت مقدم طلب احاطه وبتكلم بقول دليل على كده ان الحكومات اللي قبل كده ما كانش عندها اسنادات للصرف الصحي في 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 المحافظه، دليل ان انا بقول انها استكمال صرف صحي بقى 12 سنه. فان شاء الله باذن الله هو سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الراجل من الاولويات بتاعته انها البنيه التحتيه تتم، اللي هي منها خطه الصرف الصحي، وفي قرض ان شاء الله باذن الله هيقدر يوفر في يعني مركز يا فندم. حضرتك السيد المحافظ اللي هو عصام سعد كان اتكلم في حوار اذيع بتاريخ 20/12/2018 لبوابه الاهرام ان الدوله والقياده السياسيه بتولي اهتمام كبير بموضوع الصرف الصحي ومحطات تحليه الميه. حضرتك وقال ان احنا عملنا اعتماد 9.5 مليار، الكلام ده في 2018 حضرتك، يعني من سنه دلوقتي. طيب احنا حضرتك احنا مش عايزين محطه معالجه، عارفين ان محطه المعالجه تكاليفها عاليه، احنا بنقول محطه رفع ترفع لاقرب محطه معالجه اللي هي محطه دفنو، بيننا وبينها 4 كيلو. هل المحافظه مش قادره تعمل الوصله دي؟ لا بص 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 يا حاج انا وانا عندي 9.5 مليار، يعني عندي رقم كبير. ايوه في حاجات ممكن تخلص من المحافظه، واي محافظه بيبقى لها خطه ولها ما. وانا يا فندم حضرتك انا كمواطن انا مش هقدر ادخل محافظه، انا موكل حضرتك، انت حضرتك نائب عني. شوف يا حاج، فانت اللي بتتكلم بلساني المفروض ده، يعني انا بتكلم بلسانك في كل حاجه تمام. انت بقى دلوقتي لو كده تشرفنا وتيجي تشوف وتعرض المشاكل اللي عندك في المنطقه ايا كانت كبيره ولا صغيره، واحنا نسعى مع بعض وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا سبب ان احنا نحلها ان شاء الله. تحية يا فندم، ده كفايه يعني تواصلك معانا يا سياده النائب. لا 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 وسعه صدرك لكلامنا طبعا. لا اصل المنطقه انا عارفها، وفي اصلا احنا جايبين لها رصف 2 كيلو و800 من
من محطه المعالجه بتفنه لطريق مشرف، يعني اللي مشرف فبرضه يعني هيبقى فيه ان شاء الله. والمنطقه اللي قبلها، المنطقه اللي قبلها ودفيه مدرجه في الخطه بتاع السنه الجايه، يعني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله استكمالا بس لحظه، ده احنا عندنا يا فندم طريق بيخدم 350 فدان، اللي هو بياخد من حجز تفنه بيدخل على عزبه الفريق 350 فدان بتطلع خيرات الله اراضي زراعيه، اللي هو اللي بيطلع على ابو النور منه بقى لعزبه الفريق. الطريق ده هو معدوم بقى، هو بقى الوصله اللي هي بتاع البحر دي، علشان تكلفه الحوائط السنده غاليه فالعمليه واقفه شويه، انما ان شاء الله باذن الله احنا بنتابع ان هم بيعملوا لنا ايه في الاماكن اللي هي فعلا يا رب بيعملوها، وان شاء الله هيترصد باذن يعني شاء الله يا فندم. ان شاء الله لما حتى بتيجي بيجوا تهرب حاج حسين، تواصل معايا ولو في اي مشكله باذن الله نحلها ان شاء الله. هتواصل مع حضرتك على الصفحه ان شاء الله يا سياده النائب. انا اتواصل معاك ولا اجي لك؟ ما انا كده كده بنزل هنا وبنزل هنا، تجيني ولا اجي لك ونقابل بعض يعني ان شاء الله. يا فندم ان شاء الله انا اتواصل مع حضرتك بعد البرنامج، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا، لان سياده النائب اصلا يعني عايز اقول لكم كان عنده النهارده جلسه مع رئيس الوزراء ولكن هو خرج عشان يكلمنا، فانا بشكر حضرتك جدا 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 ونتمنى لك مزيد من التفوق. كفايه ان انت حضرتك تواصلت معانا سياده النائب، انا بشكرك جدا. السلام عليكم. طيب نرجع نكمل كلامنا تاني. وكنت شايفه حضرتك مشدود قوي. ما مشدود ليه؟ من حقي انا راجل مواطن، حضرتك من حقك وكل حاجه، بس اتجاه الدوله انا بديها. سياده النائب من الناس المحترمه اللي تواصلت معانا، زي مثلا كده برضو على يعني على ذكر الاسماء اللي هو اشرف عزيز، بوجه له التحيه بقول له الف سلام عليك وربنا يقومك بالسلام، لانه عامل عمليه كنا حاولنا ان احنا نتواصل معاه وعرفت من زوجته ان هو عامل عمليه فما قدرش ان هو يرد عليا. الف سلام عليك يا سياده اللواء. فعايز اقول لك برضو سياده النائب كمال ابو جليل من الناس المحترمه، في ناس من الدايره برضو ما حبتش ان هي تتواصل معانا، فدي تحسب لسياده النائب يعني حاجه كويسه، فاحنا مش هنشيله وزر كل حاجه. لا 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 يعني احنا علينا ان احنا نطرح المشاكل. احنا انا غرضي ان احنا نطرح، طالما انا عرفت ان الدوله بتقول اهتمام وفي اعتماد، اذا احنا صوتنا مش واصل. ده حقيقي، احنا حبينا نوصل صوتنا. طيب ما احنا حابين نوصل صوتنا وحبينا نعرض المشاكل، يعني كتر خيره سياده النائب ان هو تواصل معانا، بس نوصلها له برضو ايه يعني بطريقه كويسه. عن حضرتك كنت شادد قوي وزعلان قوي، انا كنت شايفه كده، بس خلاص من حقك، لان انا فعلا يعني انا شفت بعيني الحاجات اللي حضرتك بتتكلم فيها دي، حقيقي فعلا وملموسه. تمام، خلينا نكمل. ايه تاني مع حضرتك؟ يعني انا عارفه ان في كتير قوي، فايه تاني يعني؟ عندنا حضرتك بلدنا اللي هي القريه بتقع بين بحرين، بحر لري الارض الزراعيه اسمه بحر ولاد محمد. تمام. ومصرف اسمه مصرف الروس. تمام، حضرتك مش يعني مش قادر اقول لك كميه تسرب الميه داخل البيوت، في تحت البيوت، في بيوت يعني ممكن تقع على الناس اللي فيها. طب دي حلها ايه؟ فاحنا يعني قلنا هم جايين تبطيط في مشروع اسمه مشروع سيداري عامله الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع السفاره الايطاليه، وهيبطن البحر اللي هو ولاد محمد. احنا كنا طالبين انه يتغطى، بس المسافه دي ومسافه مش كبيره، 150 بتاع 200 متر او 150 متر. وكانت جت لجنه وصورت وشافت، وجنس من حوالي يومين برضه صوروا وشافوا. فاحنا عاوزين اذا كان في سعي في الموضوع ده يعني يبقى كويس، يبقى في استعجال فيه. هو عندنا بس مشكلة، يعني انا برضو مش دفاعا عن السادة النواب، انا بس عايز اقول ان هو بس يمكن احنا في فترة اقتصادية مضغوطة شوية، يعني مش كل حاجة هتتعمل، بس في اولويات. تمام، ده مش معناه ان انا بدافع عن حد، لا، انا بوجه للسادة النواب وبقولها وانا في كامل قواها العقلية، اللي مش قادر على المنصب اللي هو فيه يسيبه لغيره، يسيبه لغيره. لو انت عندك مصلحتك الشخصية لا سيبها، يروح لمصلحتك الشخصية وسيب الإنابة دي اللي عطاها لك الشعب لحد تاني يقدر ان هو يقوم بيها، يعني عشان برضو يبقى الكلام واضح. انا عارف ان البلد بتمر في الموضوع، مشروع الاصلاحات الاقتصاديه اللي عاملها السيد الرئيس، واللي الحمد لله بدانا نشوف ثماره، وبدانا نشوف ده حقيقي فعلا نزول في الاسعار. واحنا مش بنتكلم مش عشان يقولوا بنطبل، لا احنا مش بنطبل، وان كان التطبيل وصمه عار، لا انا اول واحد عندي وصمه عار ان انا اطبل لرئيس بلدي، والبلدي ده يشرفني طبعا، لان احنا دي بلدي وما عنديش بلد غيرها. في ناس كتير عندها بلاد تانية غيرها جنبينا وراحوها، واحنا شفناهم، ده حقيقي، وشفنا اللي بيحصل معهم. احنا ما عندناش غير البلد دي، لكن احنا بنقول طالما في اعتماد، احنا بنقول اذا ما فيش ماشي، احنا رابطين بطوننا تمام في الاصلاح الاقتصادي، لكن احنا بنتكلم ان في اعتماد. طالما في اعتماد انا بقول انا عندي مشكله كذا وكذا وكذا وكذا، بنور اللمبه الحمراء، عندي خمس ست مشاكل، اعمل لي منهم مشكله، اعمل لي الصرف الصحي. انا عندي مشكله الكهرباء، ما فيش ثلاجه، ما فيش مروحه، ما فيش اي حاجه بتشتغل في البيوت،
واتكلمنا وجابوا واتكلمنا على كشك، راحوا قالوا لنا لا ده هيجي لكم برج، طب البرج هيحصل مخاطر عشان الاطفال، لا ماشي، لا خلاص ماشي وافقنا على البرج. جابوا البرج الساده بتوع الوحده المحليه عايزين يحطوه في مدخل البلد، مدخل البلد 5 متر عايزين يحطوا فيه. طيب. محول وثلاث لا لا الموضوع توزيع. كبير جدا، بس معانا اتصال تليفوني هناخده وبعدين نرجع نكمل كلامنا. معانا سعيد من الفيوم، السلام عليكم. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. معاك ابو احمد سعيد من نفس القريه اللي انتوا بتتكلموا عليها حضراتكم. اتفضل يا فندم. اولا بشكرك على هذا البرنامج. ربنا يبارك فيك. وبحييك والله، برنامج هادف. تسلم، ربنا يكرمك. وربنا يوفقك. شكرا لحضرتك. بالنسبه للحاج اللي معك ده والله فعلا بشكره وبشكره، لان هو حاطط ايديه على الحاجات اللي بتوجع فعلا في القريه. تمام. والله يا استاذه خديجه ان عندنا بيوت ماشيه من تحتها الميه بتاع الصرف. ده هو لسه كان بيتكلم في النقطه دي يا فندم. ايوه، فاحنا بنقول يا ريت يبقى في مساعده من حتى النائب زي اللي دخل دوت. النائب دوت برضو يعني مش يعني برضو يعني هم الدايره بتاعته او المكان بتاعه المسكن بتاعته في الناحيه الغربيه، احنا في الناحيه الشرقيه، فهو باصص للناحيه الغربيه قوي عنا يعني. اه، وما فيهاش حاجه يعني، هو المفروض برضو كدايره يبقى الكل الغرق زي ابو دفيه، زي الامشاه، زي عزبه الامشاه، يبقى كل المصالح اللي جايه من الدوله تبقى للكل. هو تقريبا حضراتكم متفقين على موقف واحد، بس مش مشكله، ان شاء الله باذن الله. انا بوعدكم في برنامجنا ده ان احنا هنطرح كل مشاكل الفيوم عنه. يا استاذه خديجه، احنا بنتخب عشان مش عشان نتكلم بلساننا احنا. يا فندم انا لسه قايله الكلام ده من دقيقه، ان هو لو اي حد مش قادر في مكانه انه يقضي مصلحه المواطن اللي هو منتخبه وعامل له البرستيج ده ومديله الوجهه الاجتماعيه يسيبها لغيره من غير اي زعل من النواب. هو دي احنا كده منتخبينه بقى لنا 3 سنين، ايه اللي حصل جديد عندنا في القريه؟ لا ان شاء الله المره دي الصوت هيتسمع، وان شاء الله المره دي كل حاجتكم اللي انتم محتاجينها ان شاء الله هتتقضي باذن الله. باذن الله يعني. بشكرك على اتصالك. طيب معنا اتصال تاني من الفيوم. رانيا، السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا استاذه رانيا. ممكن اتواصل معاكم؟ يا فندم انت على هوا، انت من نفس القريه ولا ايه؟ طب اتفضلي اتفضلي. طيب بالنسبه لعمدان النور بقى اللي قدام البيوت وهتقع على الناس والحوارات دي. يا حبيبتي قولي اللي انت عايزاه، انت حاليا دلوقتي معانا على الهواء، ادخلي اتكلمي، كل مصر سامعاكي. عايزه الحاج رفعت يتكلم. يعني احنا في نفس الخط بتاعه ماشي. قدامنا عمود نور. تمام. الو. طيب واضح ان الخط قطع، رجعت تصري بينا. هي بتتكلم على عمدان النور اللي حضرتك برضو كنت مكلمني عليها قبل الهوا. لسه بادئ فيها يا جماعه. عايز اقول لكم الحاج رفعت مش هيسيب حاجه النهارده لو هي اتكلم فيها. اتفضل الحاج رفعت. اللي انا كنت لسه بادئ فيها موضوع الكشك الكهرباء. تمام. طبعا الوحده المحليه جت وعايزه تحطه، حط الكش البرج في المدخل الخمسة متر اللي هو اصلا فيه محطه رفع بترفع من 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 من, من مصرف الروس بتاع صرف الارض الزراعيه، تزود بحر ولاد محمد لري الارض الزراعيه، يعني المدخل فيه محطه رفع. أيوة. ميه. وهم عايزين يحطوا. طبعا انا لحظه واحده بس محلية. عشان الوحده المحليه عملت معاينه بالكلام ده ولا هي جت بمزاجها حطت في المكان ده؟ عملت معاينه سابقه في احد الاماكن. في القريه. الراجل اللي قدام بيته المكان ده راح اعترض في الوحده. انا يعني مش عايز اقول اسماء. لا بدون ذكر اسماء، انا عرفت الموضوع ده، فانا هرد عليك واقول لك حضرتك هم عملوا معاينه وفي ناس من الاهالي رفضت. طب هم ايه ذنبهم؟ ما انا اقول لحضرتك. المعاينه هو الوحده المحليه دي بتمشي باهواء الناس؟ لا طبعا. الوحده المحليه عندها اماكن بتعتبر شبه معدومه. مثلا حرم بحر كبير. تمام. مكان مثلا كان مكان بيخدم منفعه عامه، مكان حنفيه قديمه. ده كان معمول فيه المعاينه الاولانيه، كان مكان حنفيه قديمه. تمام. في احدى القرى الصغيره التابعه لقريه ابو دفيه. تمام. جاء الراجل راح اعترض وغيروا المعاينه، جايين عايزين يحطوها. لما انا طلعت ولقيتهم بيحفروا، طلعت وقفت الحفر، بقول له ازاي يا بيه يا باشمهندس، انت عندك انت وحده محليه المفروض قبل ما تعمل حاجه زي كده، اذا كان المشروع في موافقه الطرق لازم تشوف موافقه الطرق، في موافقه امن صناعي اذا كانت في حاجه كده تشوف موافقه الامن الصناعي. صحيح. طيب انت جاي تحط، اذا كنت انت رئيس الوحده المحليه او المسؤول في الوحده المحليه عايز تحط لي مشكله في الطريق في المدخل، انا اشتكي لمين؟ فقال لي انت قد ان انت قلت له طبعا بعترض.
عايز تصعدها وتصعدها لاي مسؤول. لو شايف ان في ضرر هيقع عليك او على اهل على البلد لازم تعترض. 5 متر يحط فيه ومحطه الرفع فيها تطليل 80 سم بيقول لك جا المهندس اللي هو من اللجنه بتاع الضغط العالي بتاع الفيوم لما جه عمل معاينه قال انا عشان احط البرج لازم ابعد بعد ال 80 ابعد 80 ثانيه يبقى 160 160 من ال 5 متر يعني عندي 3 متر 40 ويرجع يحط 3 عمدان توزيع يبقى الطريق اتقفل يبقى انا اكتب عليه المدخل للافراد فقط العربيات لا او للتكاتك فقط العربيات واللي لا. عنده مشكله اللي عنده حد مريض ورفعه في عربيه ولا اللي عنده مش ولا مدخل مواد بناء عشان يبني ولا مدخل اي مصلحه خلاص مقفول مفيش طريق. لا هي ديت طبعا طبعا لما اتكلمنا وشدينا فيها حضرتك وجمعت الاهالي واتكلموا قال خلاص احنا نكتب ان الاهالي معترضه. قلت له حضرتك اكتب ان الاهالي معترضه وانا هكتب للمسؤولين ان انت اللي غيرت المكان الاولاني. انا اللي وصلني فعلا كده يعني انا فعلا انا يعني سعيد وناس معايا مشكوره يعني الاستاذ حسن جبر والاستاذ احمد الشاعر طبعا كانوا من السنه اللي فاتت ده طبعا قدموا لرئيس الوزراء وحاجات زي كده طلب وكذا وبعدين اتفاجئت ان الرد جاء ان الاهالي هي اللي مش عايزه. لا يا فندم ده اللي حصل. فخلاص انا عن نفسي قلت خلاص انا هسيب الموضوع مش هتكلم فيه تاني. لا يا فندم ده اللي حصل وفي وجود عمده القريه السابق كان موجود وحصل وحضر النقاش وكان موجود العامل بتاع غرفه محطه الرفع واعترض تاني لما هم برضو جاي يحطوه في الناحيه التانيه من المحطه برضو اعترضوا. ما هو ده على حضرتك كنا على ذكر كلامك هو مش صح يبقى من حقه ان هو يعترض. مظبوط وكنا طالبين تدعيم لان احنا من 79 من ساعه الكهرباء ما دخلت ابو دفيه ما اتعملش فيها اي صيانه. كانوا بيجيبوا كرتونتين اللمبات يدوهم لاعضاء الوحدات المحليه الشعبيه الاولانيه بياخدوهم يوزعوهم على قرايبهم اللي عنده بيت في الغيطان يدوه لمبتين واللي عنده كده يدوه لمبتين وما كانش حد بيشوف حاجه. طلبنا دعم بطريقه عشوائيه. طلبنا دعم جالنا 18 عمود تركبوا منهم 15 يعني من ضمن عمود اللي اتكلمت عنه الاستاذه دي انا يعني انا اتواصلت مع لحد ما اتواصلت لرئاسه الوزراء تمام ولوزاره الكهرباء وبعتوا ناس ورفعوا وجوا صوروا فيديو وصوروا صور لحد ما جوا زرعوا العمدان زرعين العمود جنبي والعمود موجود زي ما هو حتى السلوك مش موجوده. حجتهم بقى في المشكله الاولانيه لما لغوا المعاينه بتاع المحول قال لك اصل احنا ما عندناش كابل احنا عاوزين كابل 40 متر علشان يصل للمكان ده. طب اذا كنتوا انتم طيب كوزاره كهرباء اغنى وزاره في البلد مش قادرين توفروا كابل 40 متر انا اللي اوفره كمواطن. فعلا معاك حق. انا اللي اوفره كمواطن. معانا اتصال تليفوني ونرجع نكمل حوارنا. معانا مين يا استاذ احمد؟ معانا فرج من الفيوم. الصوت واطي يا جماعه عندي. الو السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت اتكلم بس استاذ رفعت افكر بس بحاجه انا قاعد استمع البرنامج بس انا من المتضررين في الطرق. اتفضل استاذ رفعت معاك وكلنا سامعينك. ايوه انا فكرت امبارح يا استاذ رفعت. ايوه يا فندم انا فكرتك امبارح بالطريق بتاعنا احنا انت اتكلمت على 350 فدان اللي هي بتاع القريه. ايوه بتاع قريه الفريق واتكلمت فيها مغرب ما اتكلمت يعني اللي الطريق اللي الطريق بيخدمها واتكلمت فيها وسياده النائب سمع الكلام. وطي صوت التلفزيون يا ريت توطي صوت التلفزيون عشان تسمعني. الو طيب المكالمة فصلت. حاول تتصل بينا تاني يا فاضل. طيب حضرتك كنت بتتكلم في موضوع الكهرباء. قلت ان الحجة بتاعتهم لما لغى المعاينة في المكان الاولاني قبل الكهرباء علشان يجاملوا الراجل اللي كان قدام بيته المعاينة الاولانية قالوا لا اصل ما فيش. طبعا جات اللجنة فعلا اقرت الكلام ده وقالت ما عندناش كابل. طب انتوا مش قادرين توفروا كابل. اذا كانت وزارة الكهرباء مش قادرة توفر كابل المواطن لا يوفر كابل. لا انت مش عايز توفر كابل يبقى تقفل طريق. يعني بتعالج المشكلة بمصيبة. مشكله اكبر طبعا. لا بتعالج المشكله بمصيبه دي مش مشكله عشان يقفل طريق بلدي يبقى دي مصيبه. طيب هو كده مشاكل كتيره جدا واضح ان القريه كلها مشاكل مفيش يعني عندنا بقى مشكله خالص. عندنا بقى مشكله رئيسيه ودي مشكله المشاكل اللي هي ايه؟ مشكله الفلاح المصري الفلاح اللي اتعدم ده عايز حلقه لوحده. الفلاح اللي لو ربنا كرمه مصر ربنا كلها بيكرمها. ده حقيقي ده العمود الفقري دايما اقول كده اقول الفلاح هو العمود الفقري. لو اتبلى مصر كلها بتتبلي لان هو اللي بيوكلنا هو اللي بيشربنا. حضرتك الفلاح معدوم اسعار الماشيه نزلت في الارض تمام بالاضافه لان اسعار الاعلاف في السماء مولعه يبقى اصبحت المنظومه بتاع الانتاج بالنسبه للانتاج الحيواني بالنسبه للفلاح كفتها مايله ضد الفلاح ضد مصلحه الفلاح. المحاصيل الزراعيه اسعارها نازله مستلزمات الانتاج الزراعي في السماء اللي هي الكيماويات والمبيدات والحاجات دي الكيماويات والمبيدات والحاجات دي دي حاجه. تاني حاجه بقى بالنسبه للفلاح انا عندي بند في الدستور عندي ماده في الدستور حضرتك ممكن روح اتفضل ممكن اتكلم ماشي. عندي ماده اللي هي الماده 17 سريعا احنا عاوزين حد من النواب يتكلم عنها عايزينها تتفعل. الماده دي بتتكلم في الاول
عن موضوع التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي وكده. تمام. وبتقول في المادة في فيها في حضرتك ممكن تقول لنا ملخصها بكده يعني، مش لازم تقراها علينا. ايوه، بتقول لك: وتعمل الدولة على توفير ما معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة. انا لما يبقى عندي مادة في الدستور، بند دستوري، مادة في الدستور تمام، بتقول ان اعمل كده مع الفلاحين، ما شفتش وزير اتكلم عنها، ما شفتش نائب اتكلم عنها، مش بتكلم على نوابنا حتى على مستوى مصر. تمام. مفيش حد اتكلم عنها. الفلاح ده لازم يتشاف. الفلاح لما بيمرض بيروح مستشفيات الحكومه ما بيلاقيش حتى الحقنه. طب اذا كان انا عندي ماده اهو، انا عاوز افعل الماده دي، عاوز افعل البند الدستور دي، ليه ما يتعملوش معاش؟ ليه ما يبقاش هو واولاده ماشي؟ انا عارف ان في مشروع تامين صحي بيتعمل شامل على مستوى مصر، وان في تجربه انه يتعمل على مستوى 5 محافظات اللي هم الاقل سكانا وبادئين ببورسعيد، والحمد لله التجربه ناجحه. طيب على الاقل يبقى في حتى حلول وقتيه في المحافظات اللي هي مش هيصلها التامين الصحي دلوقتي لحد ما يصلها التامين الصحي. طيب. بالنسبه للفلاح. طيب عشان وقت فقرتنا، احنا عايزين نقول لحضرتك يعني ايه اكتر حاجه انت عايز تركز عليها لو قالوا لك مثلا حاجه هتتعمل في منتهى السرعه؟ الصرف الصحي. الصرف الصحي بيهدد، لان الناس بتصرف في ميه الصرف والابحر اللي هي عايزه تغطى دي حضرتك اللي جنب البلد، الناس بتطلع ست البيت بتاخد الكنسه بتاعتها بتطلع ترميها، يبقى اصبح في تلوث للميه، وبنروي بالميه ديت بنروي الزرع، بناكل الزرع، اصبح في ضرر على صحه الانسان مزدوج، بالاضافه للضرر على المساكن من الميه اللي هي الجوفيه اللي بتهدد ان البيوت تقع. ان شاء الله احنا بنوعدكم في برنامجنا ان شاء الله هنتبنى كل المشاكل ونحاول ان احنا نحلها. بشكرك شكرا جزيلا، كان معانا النهارده. ممكن بس عندي اضافه بسيطه صغيره؟ اتفضل. عشان الوقت بس بنناشد الاستاذ ناصر عبد العليم سكرتير عام الوحده، واللي احنا بنسميه دينامو الوحده. ايوه عارفين ان انت حضرتك دينامو الوحده. يا ريت يا فندم موضوع المحول ده تشوف لنا ليه حل، انت عندك الاماكن البديله وانت اللي تقدر تقول يتحط فين ويتحط فين بما لا يضر الناس. واللي حضرتك العمدان اللي انت جبتها وزرعتها دي، عاوزين العمدان دي تتشال، لان القديمه تتشال لانها تقع. ماشي، واحنا من مكاننا برضو بنضم صوتنا لصوتك وبنوجه له رساله وبنقول له ان شاء الله تلبي ندى الساده المواطنين. وبنشكرك يا حاج رفعت شكرا جزيلا، وان شاء الله نروح لفاصل ونرجع لكم مع الاستاذ محمد مخيمر المدير الاداري لدى المجموعه الاقتصاديه لشباب رجال الاعمال. فاصل ونرجع لكم تاني.